قصة العصا طيب وش كانت؟ في تحدي صار بين جاء المدينة الملك عبد العزيز الله يرحمه، والناس فرحين وطربين بمجيئه، وكانوا يصفوا الطلاب حتى يستقبلوه، يعني يقولوا أناشيدهم فيه، وأنا كنت من ضمنهم. كان عمري يمكن 12 11 سنة، الملك عبد العزيز متغدي عندنا اليوم في بيت والدكم. في بيت الوالدي، ففيه طالبين أو ثلاثة يوجهون لي الكلام: أنت يعني شايف نفسك علينا؟ لا، ماني شايف نفسي عليكم. ليش؟ قالوا عشان الملك معزوم عندكم اليوم على الغداء، واحنا تحت الشباك اللي الملك عبد العزيز قاعد فيه. قال شوف، يعني صار، يعني انت شايف نفسك رجال كبير كذا وقوي وكذا، تقدر تجيب لنا عصا الملك عبد العزيز؟ قلت بس؟ قالوا ايه، احنا قاعدين قدام الشباك اللي قاعد فيه الملك عبد العزيز. غبت عنهم دقيقتين ورحت جبت العكاز وجيت، قلت هذا عكاز الملك عبد العزيز. الله، انت اخذتها جد كذا يا شيخ؟ لا يروح يقتلونا دحين ولا قلت لا، بس انت قلتوا لي تحديتوني وانا جبت لكم العكاز. قالوا يلا رجعوا، عندهم اكبر مني كلهم. الله، رجعت العكاز محله، علقته. الملك عبد العزيز كانت عنده عادة الله يرحمه، إذا جاء ودخل المجلس ما يدخل بعكازه، يعلق عكازه على الباب ولا على شيء، ويدخل بدون عكاز الله يرحمه. الله يرحمه.